مساء الخير على الجميع. إذا كنتم من المتتابعين الجدد لقناة آرك كرياسيون لوك دو سعاد، فنرجو الاشتراك والضغط على الجرس واللايك إذا عجبكم الفيديو. شكرا لكم جزيل الشكر. وعندي هاد المواد ما بين الاستراس والعقيق ومجموعة من الوريدات اللي خدمت، فنبغيكم تتابعوا معايا هاد الفكرة وكيفاش غادي نخدمهم. وشكرا لكم. وخديت ثوب موسلين، قطعت عليه وريقات القطر ديالهم 2 سنتيم. كيف العادة كنحرق الحاشية ديالهم او ميم طون كنطوي باش يعطينا داك التموجات اللي كيعطي لا فورم الوريضة. وغادي نحاول نجمع 5 الوريقات باش نشكل ليا الوريضة في الاخير. وبهذه الطريقة ممكن تجمعي 4 الوريقات ولا حتى 3 الوريقات او لا 6، يعني الحجم ديال الوردة اللي بغيتي. حاولوا تعقدوا وديروا العقدة ديال 3 مرات باش ما تحل لكم الوريضة.
وهذه طريقة سهلة كيف ما لاحظتوا، يعني ممكن أي وحدة تخدمها. بالنسبة لهاد المواد اللي عندي، يعني ممكن نخدم بهم 4 الأشكال حتى 5 الأشكال، يعني شكل ما يشبهش الآخر. فقط يعني غادي نحاول نغير الفكرة. كاين اللي غادي يبغي يخدم بهذه الطريقة هكذا، كيكون يعني المنظر خفيف. كاين اللي كيبغي يكون مشارجي، يعني كلها والذوق ديالو والأذواق لا تناقش. على أي، هذه فكرة من الأفكار، يعني اللي باقي مازال ما عرف كيفاش يعني يوظف الوريضات مع العقيق، فهي طريقة كما قلت لكم سهلة. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم وتحاولوا تطبقوها، يعني ماشي بالضرورة، يعني ممكن تستعملوا لون آخر، ماشي بالضرورة هذا اللون، أو التوب ديال المسلين، يعني ممكن تخدموها في الستان. دائما كيبقى لك الاختيار والذوق ليك انت في الاخير. وصراحة هذا النوع ديال العمل هو اللي تعجبني بزاف، لأنني كنرتاح فيه أكثر. ممكن بنفس المواد غادي نخدم يعني مجموعة من الأفكار، ممكن نخدم 4 الأفكار حتى 5 الأفكار، وبنفس المواد اللي غادي نخدمهم على مثلا 4 جلالب أو 4 القفاتن، يعني جلابة ما غاديش تشبه الأخرى. هكذا تيكون ليا، خاصة الى يعني الى داك النوع اللي كما قلت لكم تعجبني بزاف، يعني ممكن نعطي فيه اكثر. وبالنسبه لكم حتى نتوما غادي تلاحظوا الحاجه اللي كتبغيوها وكترتاحوا فيها، يعني ممكن تبدعوا فيها وتعطوا فيها اكثر واكثر. وكتبقاو خدامين بنفس الطريقه حتى تكملوا الرسمه، مره عقيق مره وريضات. تقريبا كانت هذه هي الفكره، كنتمنى تعجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.